اهلا وسهلا. يا هلا بيك. وفر عندي سؤال. تفضل. ايش رايك في اللي يقول ابى اصير مليونير؟ هذا موضوع العصر الحين. شلون؟ يعني ما في شاب ما يتمنى انه يكون مليونير. اكيد الكل يبي يصير مليونير. خلنا اقول لك موقف يضحك. ذاك اليوم طالع من البيت وانا كعادتي يعني بروح الدوام. ركبت سيارتي شغلتها عشان تسخن. في زاوية البارك كذي في قراطيس متيامعة من الهواء. ليش ما يطير كذي قرطاس مشقوق من مجلة ويوقف لي على الجامد قدامي. مكتوب عليه How to be a millionaire. تخيل يعني يا محاسن الصدر. انا طبعا شنو ذي القرطاس؟ معروف بالمواقف ان انت تشوف اشياء في ال... قبل هاي كنت احصل فلوس وانا ماشي. ما حد ظهر ما حد قاعد يقط فلوس. فضحت روحك. ف شلت القرطاس دي وقطيته في الشارع على ناس مكان رجعته في مكانه يعني اذلف كذي. فركبت سيارتي ومشيت. لكن موضوع How to be a millionaire ذي لصق في 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 ذهني مو بعرف اشيله. الصوره قعدت ترجع لي How to be a millionaire How to be a millionaire. رجعت الشغل وصلت الشغل يعني وقعدت. الزملاء هناك يحاكوني ها شو اخبار شلونك وذي وهلون. وانا للحين في راسي كذي في صدى صوت كذي ايكو قاعد يعطيني How to be a millionaire How to be a millionaire. وسمع صوت شي واحد ما تبي تصير مليونير اخوي. ف وايد شدني الموضوع. فقعدت اطالع اطالع شدشت على جوجل لقيت شخص يعني هو اصلا غني انولد غني نفس ما يقولون على قولاتنا احنا يعني انولد في حال جقفش من ذهب ومؤلف كتاب How to be a millionaire. نعم يعني ما يصير. نعم يعني ما يصير يعني انولد مليونير. يعني انا اشجع الشخص اللي ابتدى من ستيب من الصفر من ستيب زيرو. ايه صح. لكن واحد ابتدى من ستيب 100 مثلا طبعا في فرق يعني مو 100 1 مليون. اي ترى في وايد كتب وايد كتب ومقالات هاو تو بي مليونير. زين هي هذه تحس انت المقالات تشجيعيه ولا هي بس كذي عناوين تنحط شد انتباه المتابع مثلا القارئ او شوف تم. في وفي يعني احس بعضهم يكون في قصص نجاح شنو سوى ذي الشخص عشان يصير مليونير او شنو كانت يعني شو الاشياء اللي سواها في حياته. يعني في مثلا على سبيل المثال انت مثلا في المدرسه في اللي كان يحضر الحصص وفي اللي ما يحضر. انا كنت ما احضر. ومع ذلك كنت أنجح يعني. لا بس أقصد لأن في مثل أنا عندي مقولة ما أعظم أن تكون غائبا حاضرا من أن تكون حاضرا غائبا. عاد محمد لا 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 يعني لا 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 بس أنا أقصد إن في أشياء تسويها إنك تكون ملتزم. يعني مثلا هل تقارن واحد يدرس واحد ما يدرس؟ يعني إحنا بصرف النظر عن الذكاء الذهني يعني في شخص ذكي مو شرط يقعد يدرس يرجع البيت يراجع في الصف وهو ذهنه حاضر ويحفظ بسرعة. بس أنا أتكلم عن في أشياء تسويها عشان توصل سلم معين. تمام. يعني في مكونات خلينا نقول. فأنا أتوقع الكتب أو الـ 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 هاي المواضيع بصرف النظر إن التايتل يشد ممكن يكون فيها قصص نجاح شنو سوى عشان يوصل إن يكون مليونير. حلو. تتفق وياه؟ أنا أتفق معاك 100%. هي قصة أن الواحد يقولها يسردها عن نفسه أنه أنا نجاحي وطرق التعب اللي وصلت لها عشان أوصل للنجاح. هي في الأخير بتكون النقطة يعني مستهدفة التشجيع. لكن خلنا إحنا نمسك الموضوع ذي من الظاهر. صدق شلون الشخص يكون مليونير؟ أنت قول لي لا. يعني انت عندك الطريقه؟ انا ما صرت مليونير. اتمنى يعني. عشان اذا عندك الطريقه تقول لي. بس انا اشوف عقب ما حسبت اوراقي على رايي الشخصي يعني حسبت اوراقي عادي وقعدت افكر ترى هي في كل انسان له في حياته فرصه تجيله في وقت مناسب جدا ان الفرصه ذي
تولد من بعدها نجاح غير طبيعي في حياته، يعني تكون نقطة فاصلة بين حياة لحياة أخرى يغتنمها يا لا بالضبط. فهني الذكي صج، الذكي والشجاع في نفس الوقت، لأن في ذكي بس مو بشجاع، وفي ذكي شجاع. الذكي الشجاع هو اللي يوصل للنقطة اللي هي كانت الفرصة المذكورة في المسمى. شنو تقصد بالشجاعة؟ يعني عرف لي الشجاعة في ذي الموقف. شوف خلنا أقول لك شيء، الحين الشجاعة هي مو بس أن أنا أكون أنا قوي ولا بنية ولا ما لا دخل في الجسم كلش نهائيا. الشجاعة هي أخذ قرارات صارمة في وقت تعتبر فيه أنت مجازف، وهاي هي قمة الشجاعة. يعني أنت لا قدر الله طلعت في الشارع وحصلت حادث، سيارة قاعدة تحترق وفي السيارة في عيلة، كم واحد من الناس بيحاول أنه يوقف ويقط روحه في النار ويطلع الناس؟ قليل جدا. إذا وقفت 50 سيارة يمكن 2 بس اللي بيسوونها من 50. فهاي يسمونهم أشجاع، يعني أشجاع هاي يسمونهم عندهم الشجاعة، شجعان. نعم ما رش فيني نسيت الجمع، ما أنك في اللغة العربية. لا والله يعني سبحان الله سكتنا كلنا. لا أشجاع أخي، هفوت. فهذه هو النقطة الفاصلة بين أن أنت تكون ذكي شجاع، وأن أنت تكون ذكي فقط بس مش شجاع. لأن أنت ساعات تكون ذكي وياتك الفرصة، لكن لأن أنت مو بشجاع ما استغليته وما انتهزته. فهي الموضوع ذي كله، شلون تصير مو مليونير فقط، شلون أنت تغير حياتك من إلى أفضل، في شلون أنت تكون شجاع صج في أخذ الخطوة اللي هي تعتبر في وقتها خطرة أو مجازفة، أن أنت خايف أنك تخسر أشياء. وترى نص اللي موجودين اللي معروفين ابتدوا مشاريعهم وابتدوا حياتهم بيزات مقترضينها من مكان مو من عنده هو، إلا طبعا اللي ألف الكتاب اللي في قفش ذهب، هاي طبعا غير. لا بس في ناس ابتدت من الصفر، مو شرط اقترض شيء بالصفر طبعا، لكن أنت إذا بتنمي على بشكل عام بتحتاج أن أنت تقترض مبلغ يغطي النظرة اللي أنت ممكن. وممكن أنا أختلف معك. لا يعني أنا ما يصير في ناس ابتدت من الصفر وبينه هو بالبيزات اللي هو ابتدى يعني شوي شوي يسويها حلو، ابتدى يسوي يعني ايه بس نطر وايد ثروة، نطر وايد يعني احنا عندنا هني ثروة. في مؤسسات صار ثري في عندنا احنا مؤسسات تشجعك ان انت تغير تطور مشروعك وهاي الشيء وايد ممتاز، وطبعا دعم من الحكومة ما شاء الله عليهم يعني ما قصر. اكيد لا اكيد هذا الشيء يعني 100%. ايه بس انا اتكلم هو الموضوع يبتدي من الفرد، هو الفرد شوف الفرد يعني بالنسبة حق الغنى والفقر وهذه اللي يخوف الناس. يعني إذا إنسان وصل مرحلة ابتدى أنه من صفر، هذا يعتبر في طبقة هو عايش يومه يعني أم بعيش يوم عايش شهر، الناس ما يقول الصرف ماله من ما يعيش شهره في يومه. في ناس من؟ في ناس لا في ناس ما تقدر تعيش يومها يعني. لا يعني أقصد إحنا نعيش يوم بيوم يعني لا في ناس تعيش شهر، في ناس يعني راتبها مبني على الشهر. اي هي قصدي يعني. اي ففي ناس لا راتبها طايره في يوم واحد. تقول له وين راحت فلوسي؟ شريت اشياء مهمه. انا لا من بو 15. فهذه اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. طبعا طبعا، وهاي اللي معيشني انا شخصيا يعني. هاي ريان الشخصي يعني. طيب. أنا سمعت إن في فرق ما بين الغنى والثراء. طبعًا فرق وايد شاسع. شلون؟ يعني. الثري يعني غني والغني غني. بالضبط. طيب. صح. شلون في فرق بين؟ الفرق في السقوط. شلون؟ في السقوط. في الناس ما نقول إحنا في الانكسار. إذا انكسر الغني صعب إنه يرجع المكان اللي كان فيه. ليش؟ لأن هذي غني. لكن الثري فاحش الثراء ذي إذا ينكسر يرجع أي مكان يبيه. كل اللي في بولي أبو قفشة يرجع أي مكان هو يبيه. قيس ذي الموضوع بالفكري، يعني الغني فكريا بالثري فكريا، وبتعرف بالفكر أن صج الغني اللي عنده معلومات غنية قرائية فقط يعني
نظرية وما عنده تجارب غطت هذا يعتبر بس غني. لكن اللي عنده تجارب وعنده معلومات قرائية هاي يعتبر ثري. هذا الشخص إذا طاح بيقدر يوقف لأن عنده خبرة، وبعدين مسوي له قاعدة أساسه وايد قوي إن أنا في حال سقوطي أقدر أنهض مرة ثانية. لكن الشخص اللي غني فكريا ولكن ليس غني خبرة هاي مشكلة. إذا طاح لا بنى أساس قوي وخايف من باكر، ويمكن يخاف إنه يجازف في مراحل مستقبلية أيضا. يعني حين السؤال مو شلون أصير مليونير، شلون أصير ثري، شلون أصير ثري وبعدين مليونير أنت مع التيمة مع شوي شوي الواحد يعني أتوقع ما بتصير مليونير. خلاص إحنا يعني فاتنا قطر، لا مستحيل. يعني انت حين على سبيل المثال ايش كثر بتجمع في فترة وجيزة؟ والله شوف على سبيل المثال راعي شركة تسلا حيل مسوي مصايب في العملة يعني. هذا الشخص خسر 25 مليار من ثروته. ثروة حين ولا غنى؟ من ثروته. ثروته ثروة غير والثري غير. هاي ثروته يعني جزء من ثروته، لكن عوضها في أسبوع. شلون؟ خلى السيارات تنباع بالبيتكوينز. تخيل عملة بس انت شنها نازلة اليوم؟ هي نزلت طبعا بسبته هو، طبعا نزل هو العملة في العالم لكن هو رصيد ارتفع. فهذه الانسان يسمونه ثري، يعرف وشجاع. يعني تشوف هذه هو الذكي والشجاع، جوزف هاي خسر وعوض كومبينيشن انتهز الفرصة. نعم. فاحنا يعني انا ليه حميت فرصتي؟ انت عطيك فرصتك؟ صدق انا والله انتظر فرصتي، يعني انتظر فرصتي بعد مو بس بجوزف، انا بخاطر يعني بلاوي. يعني لا تطلع في داربي يا احمد حاسب. ليش؟ لانه بكون وايد خطر. ما بتاخذني وياك؟ بسحبك معي بس اذا بقص الكيبل. زين الواحد ينتظر الفرصه ولا يسعى ورا الفرصه؟ والله هي الفرصه ساعات تجيك وساعات الفرصة أنت لازم تروح لها بنفسك. شو تشوف وضعنا ذي الحين؟ لازم أنت تروح لها. وين؟ هي ما بتيك. وين هي؟ الفرصة أخوي مو معلقة على الشارع. هي مو ثمرة تروح تقطفها أنت على كيفك أو الإنسان بمزاجه يروح لا، الفرصة تيك مكتوبة. على قولة إخواننا المصريين حلت حي لهم، يعني يقولون مش للحسابين للموعدين. يعني للموعودين مش للحسابين. يعني إذا أنت بتمشي بتحسب 1 2 3 4 يبقى لازم ألاقي 100، لا هي للموعودين مكتوبة لهم. فالفرصة مكتوبة، نقطة تحويل محوري في حياتك موجودة، لكن متى تكون واضحة قدام عينك وشلون أنت بتكون مهيئ شجاع أنك تستغلها صح، هذه عاد المصير في يدك أنت، وكل إنسان يحدد مصيره. بس شوف أنا أحس في مجتمعنا خاصة العربي في دائما أمثلة تناقض أمثلة ثانية. مثل يعني الحين مثلا هاي يقول لك لو جريت جري الوحوش غير رزقك ما تحوش، صح؟ هذه في أنانية المثل ذي لو تلاحظ أنت، صح؟ ما يناقض إذا ركضت ركض الوحوش. إيه؟ يعني مهما سويت إيه؟ الحين أنت تقول الواحد لازم يعني يسعى ويتعب عشان يحصل، يقول لك انت مهما سويت ما بتحصل. بس المثل ذي ما احس انه صحيح. ذي المثل يتناقش يعني يطرح لك نقطه وايد مهمه، ان حتى لو كنت اناني وكلت جريبك وبعيدك انك تبي توصل حق هدفك او تاخذ الشيء اللي تبيه، ترى ما بتاخذ اذا اللي مكتوب لك. عرفت شلون؟ نعم بالله. يعني انت لا تكون اناني ولا تكون مشاكس جدا انك توصل للي انت تبيه وبتموت عليه، لكن في الأخير مكتوب لك. وهي تفسيري يمكن غلط. لا بس المعنى صحيح 100%. لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما بتحوش. يعني التفسير بس الناس تفسره غلط. أحس في ناس تحطه في مكان توظيفة غلط يعني. يعني عادي أنت مبنشر مترك ويقول لك لو تركض ركض الوحوش غير رزقك مخاطرك صم كف. لا توين الحين انا في مصيبه الحين ما له دخل. في عز الصيف في عز الحر الشمس فوقك واقفه وانت تبي بدل بنشر، يجيك واحد يقول لك لو تركض ركض الوحوش قول لك قوم لا اكلك انقلب عليك وحش.
ففي امور الواحد لازم يعرف يوظف في حلول الحين. اتصل تليفون الو سوي لك كل شيء. هاي طبعا سيارتك انت الله يسلمك. لا لا مليونير ما شاء الله عليك. لا اله الا الله. انا سيارتي عمي على قد السيارات. لا هاي مو انا سيرفيس هاي عادي. انا حتى ليسي مالي ما يطلع من الفتحات يطلع من فوق بنجر ولا دخل بالسيارة. حتى ما التامين اللي بيون اللي من صدقك يا بنات ما له دخل بتوشوني اياي مو تامين يا ولد الحلال مو تامين الرفع على السطح ما شاء الله الرفع رافع قصدك الونش الونش اي اذا يالي ذي اصلا عادي يقول لي خل مش دعوه انت يعني وقف تكسب خليها واقفه احسن السيرفيس دي موجود حق كل من مو شركه معينه او سياره موديل معين لا باستثناء السيارات اللي هي الثانيه فاهم بس عادي يعني. لا بس يعني الموديل مالي يعني انا حتى ما له دخل بالموديل. اذا اختربت سياره ترى ما اقول له تعال شيل برفعها اقول ما تستحق تركب فوق رفع السياره ذي ايش تبي يعني اقول له لو يسحبون السحابه احسن او اخليه اقول باكر اشوف لها ساعات توقف اسبوع بمكانها. طيب لو انسان ينتز الفرص لو جاتك الفرصه الحين لو جات الفرصه حلو هل يعني تبتدي حياتك من الصفر من جديد ولا تشتاق للايام اللي انت كنت فيها؟ سؤال اول شيء بخليك تعيده بس الشاي ذي ما شاء الله وايد لذيذ توك مكتشف هاي من وين مكتوب عليه كرك سبعينات غاوين كرك سبعينات انا احس ان ادمان صار مو ادمان يعني حقيقي نفسي والله تحس ان يدتك مسويتها الشاي ذي ما عرف يحطون فيه صح عارف يعني اذا اليد تسوي شيء تحس انه حب وشاي في وقت واحد حتى اذا توديه الشغل الشاي كل من يبي وتقول هاي الشاي يدتي مسويته حتى المدير ينزل من فوق عشان يشرب شاي مال يدتك تحس ان الشاي غريب كذي اتوقع الحين اللي خلف الكواليس ما في الا قلاصين ترى بس كان مفروض نجيب قلاصات اكثر والله قلاصات اكبر قصدك لان صح. انا مساعد قدامي بس اتوقع ما عندهم الا ذي الحجم شنه لا هو اذا يبيع اكيد هاي اتوقع القلاص الصغير يعني في اكبر في اكبر هنا يعني. بس يعني حتى اتوقع يمكن من المحلات الوحيده اللي ابتكرت في ديزاين القلاص اي لا مميز. الديزاين ماله تحس انه بيت شعر بيت شعر يعني. بيت شعر بيت شعر 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 بيت شعر بيت شعر شلون بيت شعر يعني؟ هاي مال ما تعرف ذي الموضوع هاي الموضوع لا هي مو بلا سالفه ثانيه في نفس الغرف المجالس الخارجيه تصير على شكل بيت شعر اللي هي تكون كان سناحات خيام اوكي سناح الخيمه هلا فيحسسك بالقعده بالضبط الالفه والمحبه والنفس يدتك نفس ما قلت بالضبط يعني ما شاء الله نكهته كذي تحس انه مو شاي بروحه يعني في شاي وفي شيء كذي سر معه يعني ما تدري حبه البركه شيء غير يعني مر راعي المحل يمكن هو يصب الشاي او هو يسوي يقول الله يوفقكم الله يوفقكم يدعي لنا يعني ما ادري طيب نرجع حق السؤال شنو كان السؤال والله نسيت انا نسيت أنا صراحه انت دشيت في الكرك لا بس انا لذيذ صراحه وقفني يعني ما انا مساعد كنت اشرب انت برد يمكن لا انا بارد ما شاء الله شيء لذيذ يا اكيد طيب بخليه يبرد اكثر بعد يمكن اكل بقفشه طيب ارجع للسؤال انت الحين اذا جاتك الفرصه صارت الفرصه هل تشتاق للايام القديمه ولا خلاص انت تنسى الماضي دي تمحيه والله شوف تنسى ماضيك يعني شوف لولا الماضي ما وجد الحاضر تتفق معي ولا لا انا اتفق وياه حلو لان انا بالنسبه لي بس هو الماضي هو اللي خلاك تصير في الحاضر بس في ناس ما يحبون ان انت تطريلهم الماضي لا هي اتوقع يعتمد من شخص لشخص لا والله على حسب الماضي ساعات في ناس ماضيهم مؤلم يعني اسود لا مو باسود يعني هو ساعات يكون ماضيهم مؤلم يعني في اشياء مؤلمه حدثت وايد في ماضيهم فما يحب يسترجع الماضي في ذاكرته وايد فيقول لك لا وطبعا الناس اللي يقول لك متفائل ما يرجع حق الماضي وايد اللي تلاحظهم الناس عقلياتهم جدا مبتعده عن الماضي كلها هي لا القادم افضل القادم افضل القادم افضل طبعا ديننا يحثنا على ذي الشيء اكيد اي
يعني الله سبحانه وتعالى قال بعد أنا عند حسن ظن عبدي بي، يعني هاي بروحها كفاية أنه أحسن ظنك حتى في المستقبل والأيام المقبلة إن شاء الله. لكن أن أنت ما تتكلم عن الماضي، حتى لو الماضي ما كان فيه آلام إلا أن كان يعني وضعك قبل تصير مليونير مثلا، كان عندك فورد مثلا وليسي بس من فوق يطلع مو من داخل، صعب أن أنت تقول ساعات قدام ناس طبعا رزمة مليونيرية قاعدين وانت قاعد معهم تقعد تقول لهم انا كان عندي فورد، هاي يمكن يضحكون عليك لان فيهم واحد اكيد فيه قفشه ذهب قبل. يجيب لي سؤال هذا، هل لما انت تكون يعني في هاي الموقف هل بتقعد مع رزمه مليونيريه؟ طبعا طبعا. متى انا ما قعدت مع مليونيريه من قبل؟ بتشوف بقول لك شيء، يمكن شفتهم خلنا نقول بس شيء. ما قعدت قاعده وياهم في الاول والاخير هيك شنو يسولفون عشان نقتنع بنفسنا انا وانت. يعني الغني غني الإيمان يا يبا، يعني أقول لك يعني الغني غني إيمان، مو بيزات بالله. يعني ونعمة بالله، بيزات زينة في الدنيا ونعمة بالله، بس طول ما إيمانك غني أنت غني عند الله ترى. ليش يعني تبي تطلعنا يعني أنا يعني عشان يعني عشان سألت السؤال. لا هو تشوف أقول من اللي قال لي أسأل. لا شوف منطقيا منطقيا أنت ما يصير تماشي وانت في المدرسة تماشي ناس مثلا أشطن ناس في المدرسة، هاي اللي ما يسمعون كلام المدرسين ولا يفتحون كتاب ولا شيء، هاي على قولاتهم ما يسمع المدير مدرس يقول له افتح الكتاب على صفحة رقم 7، هاي ما يسمعها. هذه طبعا الشخص دي إذا أنت ماشيته نسبة ذكائك ونجاحك الدراسي ش كثر بتكون؟ ما هاي اللي أنا كنت أقول عنه، في مكونات بتماشي طبعا الناس اللي قاعدون في الصف الأول في المدرسة، كنت تماشي من اللي أساميهم وليد وهيثم ووائل ومحمد انت كنت تمشي انا والله المشكله انا كنت في النص. انا لا انا ما كنت في النص صراحه، انا كنت ورا كلش وعند الدريشه، ما ادري ليش. ليش الدريشه؟ ما ادري ليش، يعني احس الفيو شيء احسن. ما كان في ما يمكن لانه ما كان في ثقه يعني في الناس، كلها طالع الناس كلها مره واحده اشوف واحد طالع نجيب نضرب حلوه، ما ادري والله. بس هو طبعا الصف وافي ان انت تلقط معلومه، هي ما اختلفت ان انت قاعد قدام ولا لا، هو قدام ان انت وايد يعني صاير زوم ان للمدرس، المدرس يشوفك طبعا اوفر كان، لا المدرس يحترمك اكثر من كادر قريب كان، لانه يشوفك انت كله قدام يقول ان انت بدايه هذه. حتى انا كنت احب وايد في النص، اي لان قدام يخليك كل شويه تقوم. هو تعرف شارك. تعرف سبب ليش ان احنا كنا نقعد ورا؟ سبب والكل يعترف فيه يعني. خوف هاي الامتحان المفاجئ ذي، عرفت ذي اللي كل تفتر لو رجع على الكل انت اخر واحد في الصف، عرفت شلون؟ لان اول واحد هو اول واحد يقط عليه المدرس الرقي يقول له اكتب هني، يلا يلا اكتب حلك فلان. انا كان او كان اقرا اقرا الصفحه رقم 19 مثلا. انا ايه؟ كان هاي فوبيا عندي، ايه فانا بحكي تقرا، لكن يمكن تقرا انا طبعا شلون صوتي كان هاي اللي فيه في هزه كذي فايبريشن، ايه فكان المدرس يقول لي صك الباب، اقول له اي باب؟ يقول لي صك بابك هوا قاعد يدش. فكنت اقعد ورا عشان اشرد من قرايه ذي، فخليهم كلهم يقرون، انا يبقى لي اخر شيء سطرين سطرين سطر على حسب بعد الصفحه تخلص، يعني اذا بيدخلني على درس جديد هاي شيء ثاني. مو بس كذي، كان ان ساعات يغصبك الاستاذ انك تشارك، والله ساعات يفوكس عليك انت بس اذا قاعد قدام، اي هو حتى في اجازته كان انت جاي في مخيلته واي هيك كذي، مين يدش فلان قوم اقرا او امسح السبوره، اي تقوم تقول له انت استاذ راح على ايامنا الحين ما في سبوره، لا ما في سبوره الحين كله اونلاين، اي حن تابلت الحين. اقول لك ايباد شلون اقول لك، يعني كان يجيك يقول لك قوم انت، فانت تطلع لك كذا عذر عشان تشرد، فتقول الكرامة حمام. طيب ما في جانس. سؤال بقى. هل الأونلاين الحين هل تتوقع بيخلق ناس ممكن يصيرون مليونيرين اللي مو في حال جمل قفشة؟ سؤال جدا صعب. هو طبعا شوف أنا في ناس وايد أسمعهم يقولون إن الجيل اللي موجود الحين وايد ذكي. هل هو ذكي ولا تعرض للتكنولوجيا؟ هاي زين في ظلم حق الجيل اللي هو القديم. ما هاي عشان شي كنت أقول لك. وترى لو تلاحظ أنت لولا الجيل القديم ما وجد الجيل الجديد. أكيد. صح؟ أكيد.
فليش يطلع لي ناس كذي مثلا اسمعهم يقولون الكلمه ذي؟ هو يمكن فرصهم كانت اسهل، الجيل الجديد تعرض لتكنولوجيا اسرع، اسهل طبعا وقت. يعني انا وانت يعني ليش تقولها؟ تحس فيها ندم. انا كنت في الثانوي، المدرس مالي قال لي باكر بصير عندكم تلفونات تاخذونها معاكم وتروحون وتيون. شلون يعني؟ يعني تلفون، هو عطوكم تلفونات؟ لا قال باكر. انا قلت اي مدرسه اللي رحت اللي ما تلفون، تلفون الارضي، تلفون الارضي. قال باكر بصير التلفون موبايل تشيله وياك تروح وتيي. معقوله؟ انا نضحك. حتى الكمبيوتر قبل كان كمبيوتر صخر. لحظه لا انا قصدي ان هو يقول لك انه بيصير وقت كذي، تقصد بالضبط. انا عبالي وكان بيوزعون عليك. لا يعني. هو المدرس لا وين يوزعون علينا؟ يوزعون علينا فنايل يمكن. لا بالكلام لا انت، انا عارفك. هو شوف المدرس يمكن كان مطلع وايد للمستقبل. من المستبصرون، من المستبصرين والمستبصرون، ما ادري ايش يسمونه، بس كله في الافلام ماسونيين يعني. لا كل احترام لا الاستاذ الصراحه انا عزه وايد. ف كان شنو؟ كان يقول لنا حتى الكمبيوتر ذي اللي قاعدين انتو حين مأذيكم وشاشتك انها غسالة كبرها، هذه باكر بيصير الشنطة تشيلونه وياكم راح ينايين فيه. ما كان اسمه لابتوب ولا نعرف، كمبيوتر تشيله وياك وتروح وتيه بدون وايرات. كان يقول حتى التلفون ايه. وسبحان الله مطلع، شفنا ذي الاشياء قدامنا. وطبعا انت اللي نطلع مثلا 6680 ذي تلفون القديم ايه، او 388 اريكسون، كان مو سوني، اريكسون فقط. وبعد اذا حاط له انت الدقمه الليت هاي اللي لينيرن يورا ذي اللون هاي، انت ما فوقك فوق هذه لو تروي حق ناس الحين الموجودين يعني اجيال الصغيره يقول لك شنو ذي؟ هاي ووكي توكي ذي، هاي ذكرك برقيه ذي ولا شنو؟ تعرف الجوت اللي فيه ليتات نفس الفكره. بس كان تلفون في نفس الوقت تلفونه مطرقه، كان له هيبته، تلفونه مطرقه طق فيه ناس عادي، طق فيه مسمار، ما كان عنده عنف، تكسر فيه جزاز ممكن يعني. انت عنيف شكلك. لا وين، لا مشاكل كتب تسوي لي سالفه. لا طب نرجع على قولت بعض الناس الصون سامح ما كضرني. الجيل ذي أذكى من الجيل اللي قبله؟ مو أذكى، ما أحسه أذكى. هو شوف، هو تعرض للتكنولوجيا إحنا ما تعرضنا طبعا، منفتح على 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 مصادر معلومات أكثر. من قبل شنو المصادر اللي عندنا؟ مدرسة، ربعك، أهلك، جيرانك، مجلات، جرائد، كتب، بس هذه كل شيء عنده. في فضولي، تعرف فضولي اللي كان في مجلة ماجد، ايش فيه؟ هاي احنا كنا وايد محبين له يعني، هاي من احنا من الفانز ماله. هذا كنا بلاي ستيشن عندك قبل. شوف هو طبعا الجيل الموجود الحين، بس انت فهمت قصدي. انا ما اتوقع ان اذكى، هو يعني منفتح على سورس معلومات اقوى من المعلومات اللي احنا كنا. وترى وايد زين ذي شيء يعني، هو زين ومو بزين. الجيل ذي وايد حلو، سلاح ذو حدين. هو شوف الجيل ذي وايد حلو، وايد ذكي، عصري، سريع يعني. هو المعلومه بسرعه تيله، فتحصله وايد ذكي، معلومات يعني متروس شيء. احنا شوي لحن دواشق مساند عندنا يعني، الذكاء موجود. بس لا بقول لك، بس المعلومات احنا واكبنا التطور. بقول لك شيء يعني، احنا جيلنا كنا نتعب عليه، كان كنا نتعب عليه. بس جيلنا يعني من ما بقول ولا شيء، بس من لا جيلنا كان كل شيء، لا من شويه تكنولوجيا اقصد، او يعني سورس معلومات الى حين، فشفنا ذي التطور. بس الجيل دي ولد ان ذي الشيء موجود، فنفس ما قلت لك الجيل دي كل شيء عنده. هو صح يعني، لانه هو متواكب مع الزمن اللي هو فيه يعني، كل شيء متوفر له يعني في غمضه عين، بسهوله اكثر قصدي. إيه؟ طبعا بس في نقطه معينه يعني، شوف انت الحين قبل احنا جيلنا يمكننا نبي نبحث عن معلومة مثلا، حدث تاريخي ولا شيء، نروح المكتبة العامة عشان نقرأ في كتاب معين. فتخيل أنت عشان توصل حق المعلومة اللي أنت بيها اللي قاصدها في الموضوع، تقرأ مثلا 70 صفحة بعدين توصل لها، أو تدور في الفهرس تقوم تقرأ الموضوع كله من أول للأخير. كلمة فهرس سمعت ذي؟ أحين سيرش إيه، أحين لا بس ديش جوجل اكتب فلان بن فلان ايش فيه، بيقول لك تاريخه كامل. فإحنا قبل عشان نتعلم معلومة واحدة نتعلم
مثلا 6 معلومات 7 معلومات إضافية مع المعلومة اللي احنا قاصدينها. الجيل اللي موجود الحين يبي المعلومة ياخذ المعلومة المحددة فقط لا أكثر. فهاي الفرق بينه وبينهم طبعا يعني. بس هما يعني هل فرصتهم أحسن؟ طبعا فرصهم أحسن يكون مليونير هما؟ إيه؟ والله هما صعب يصيرون وايد لأن حتى العقار عندهم هما وايد مرتفع وايد وايد مرتفع مو نفس قبل لا 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 أكيد أكيد وايد وايد نوست أيد ذي الشيء يعني إن العقارات وايد مرتفعة ما شاء الله. الله إن شاء الله يكتب تنزل شوي شوي وحصل مليونير. بس هي ما يعني ما انحصرت في العقارات بس والله يعني بتصير مليونير مو شرط بس العقار. بس العقار هو يعني البزنس اللي يثبت نفسه في كل وقت يعني. أنا بسمع نصيحتك الصراحة حبيبي والكل لازم يسمع نصيحتك وأنا بسمع نصيحة نفسي بعد لأن أنا مو مصدق شو قاعد أقول اليوم. وتشوف في الأخير كل واحد كل واحد يقدر ينتهز الفرصة بس لازم يكون عنده يعني مقومات هي الذكاء والشجاعة في نفس الوقت. وهذه مو مبنية على ذي من الجيل الجديد ولا الجيل القديم ولا غيره. هذه مكتوبة حق كل إنسان. في نقطة بوضحها يعني هي عشان بس ما حد يفهم الغلط. هي الشجاعة مو معناها اللي ما اغتنم الفرصة حين ومو بغني جبان بس هي أحس إن هي شجاعة في انتهاز الفرصة. أيوة. يعني شوف ساعات أنت يكون شخص عنده مبلغ عنده مبلغ بس قاعد يطير على سيارة مثلا اشتري فيه سيارة اشتري فيه أجهزة إلكترونية يلغم سيارته. شو تقصد بالأجهزة الإلكترونية مثلا؟ كاميرات مثلا مايكات اللهم لا حسد يعني لا إله الله. زين وفي ناس لا بس يعني أنت ما شاء الله يعني أيد الفكر اللي هو يشتري الشيء مثلا يستثمر. المايك بس المايك ذي بتستعمله حق أشياء ممكن تفيدك تستثمر فهذه منطلق يعني سليم. في ناس لا تشتري شيء يخلص الحين يعني مثلا يعني كأنه شاري شراخية شراها ولعها ضيع مبلغ عود في دقيقة واحدة. وفي ناس لا يخلي الفلوس تولد فلوس وطبعا التجارة تعرف قط فلوس تيك فلوس قط فلوس تزيد فلوس. هاي الطريقة يعني أنا حسب خبرتي لأنه أنا اشتغلت في البزنس السنين وعانيت بس الحين أنا مختص اختصاص جديد اسمه اكتفيت في المشاهدة فقط. كلنا مشاهدين. لا أنا اكتفيت بالمشاهدة. حتى أنا مشاهد. أنا قبل كنت أجازف بس وصلت لمرحلة أكتفي بالمشاهدة لأنه خلاص يعني صارني كساح كساح تجاري ناس ما يقولون. يعني أنت الحين مو بشجاع. والله. تستلم الفرصة. أنا. لحد الآن. لحد الآن لو تعطيني مبلغ. بحاول إني أولد منه مبلغ أكبر. يعني أنت أوكي يعني ما صادك ركود. لا أنا حاولت إني أعدل يعني أحاول أشوف حل حق نفسي يعني إنه. مو شرط تنجح من أول محاولة يعني. طيب. هو صح أنا حاولت يعني. يمكن لو حاولت كم مليون مرة. كم سنة تعرفني الحين؟ لا هذا كم ما أذكر. ما تبي تقول. ما تبي تقول عشان يبين عمرك. صغير. بس صغير انزين معلش يلا يا صغير انا عبد الله الصغير زين يا صغير انت من عرفتي انا ابيع واشتري في سيارات وغيره وغيره يعني احاول اني اسوي لي مصدر دخل ثاني. سمعها من قبل انا بعد سمعها من قبل ايه مو غريب علي اتذكر وين اي والله مصدر دخل ثاني اضافي للدخل اللي انا عندي. فالدخل الثابت دائما يبنيك او يعيشك لفتره محدده لكن المبلغ الإضافي هذه بيخليك تعيش في في المدة المحددة ذي بس برفاهية شوي. نعنش. رفاهية شوي. نعنش. إيه دش السينما آخر الشهر. هاللون يعني هالسوالف ذي. وتروح لك منتجع. الله. إيه يعني. يلا الله يديم الأمن والأمان. إن شاء الله بإذن الله. ترجع يعني. الأمور. نفس ما كانت عليها. لا بترجع إن شاء الله إن شاء الله بترجع الله. يعني مستحيل تتم نفس ما هي يعني. يا رب. والحد الآن إحنا بخير الحمد لله. الحمد لله. اي وانا وايد استانست وياك احمد اليوم والله امتعتنا ابو فري والله يا الحبيب ان شاء الله عاد قلنا معلومات تفيد الناس وتفيدك يعني ان شاء الله هي سوالف انا استفدت عن نفسي يعني والله اي انا مو مصدق اقول لك نفسي انا قلت الكلام يعني دائما استفيد حبيبي الله يخليك. عموما ان شاء الله يكون لنا لقاء قريب ان شاء الله باذن الله شرفنا يا اخوي.